صباح الخير صباح يا شباب متابعين. اليوم فقرتنا عن الترتيب، عن كيفية شلون بننشر الغسيل وشلون بنغسل مشان نتجنب العبء الثقيل بالكوي، خصوصا هاي الفقرة للشباب الطلاب مثل ابني. ممكن وقت الغسيل مشان نحافظ على اللون التياب تكون براقة، أول ما منجيبها منحط لها ملح وخل ومنعملها دورة كاملة على البارد لحتى نحافظ على اللون الجميل. تمام؟ خلينا نفرز الغسيل دايما الغامق مع بعضه والكاشف مع بعضه، ونصيحة لله ماء بارد، وإذا في شحوم وزيوت استعملوا شرش الحلاوي، منقوع شرش الحلاوي، في عندك الكاس بيروح الشحوم، يعني في كل سبحان الله كل بقعة إلى مادة معينة لنتخلص منها. المهم نفرز الغسيل الغامق لحال والأسود الكحلي مع بعضه والكاشف لحال، ونقلب البنطلونات على الأفا ونفتش للجيوب لربما نكون نسيانين محرمة، منديل، كارثة بصراحة وقت اللي مننساه بتلاقي مننتعذب. نغسل الغسيل عدة دورات لحتى نتخلص منه وننقعه بمي لحتى نتخلص من الفتات. المهم شلون بدنا ننشر الغسيل؟ ننفضه بهالشكل، ما بصير هيك نعمله، في منهم كلهم هيك بينشروا، لا بكل بساطة بعمل بهالشكل حتى بيكون شيء مرتب هيك. تمام؟ البنطلونات بحاول أعمل هيك، ما بدي أكوي أنا أتعذب بهالشكل هيك، بس بكفي. هذا البنطلون أنا قلبته على الوش، كان على القفا، بعمله للجيوب من جوا مثلا، ما بدك تكوي ما بدك تكوي يا بشر تنشره بهالشكل هيك، صدقوني كأني مكوي. القميص في العلاقات هدول لا ترموها، ممكن بكل بساطة أعمل القميص الياقة أنفضه بهالشكل هيك، هذا الجيب أمزده هيك، وهون نفس الشيء. عواد ما تتعذبوا فيه تكو ساعة ثواني إذا بدكم تكو، وإذا ما بدكم تكو صدقوني اكتفوا بهالشكل. شايفين بهالشكل، حتى بدي افرجيكم البنطلون ممكن شلون، لانه الطلاب ويا علي كلياتهم تلاقيهم مستعجلين. البنطلونات ممكن مثلا له زر هذا، يمكن يقولوا خالي دلال بياخد وقت، والله يعيروا الساعة ما بياخد وقت، ممكن هيك. والطريقة الثانية نعمل هالشكل السرج هيك، وهذا البنطلون وبحطه بعلاقة أو بدون علاقة بهالشكل. العلاقة تكون مبرومة برم مشان ما تعطيكي حد، مبرومة خدوا العلاقة هاي مبرومة مشان ما يحد لا على البلوز ولا على البنطلونات. شغلة تانية مشان نحافظ كمان انه الغسيل ما يتجعلك كتير، في منهم يلا بيشيلوا يلا، لا مثل ما هو عملوه هيك وطبقوهم فوق بعض ورفعوهم، ممكن تطوهم بعدين. طيب في الشباب بدنا نعلمهم شلون يطوا كيلوتاتهم، معلش عين الخالي والله مو عيب. بكل بساطة حبيبي بتعمل بهالشكل عين الخالي
هيك ومنعمله هيك وهذا هيك. بعدين ما بياخد محل نهائي وبتعملون هيك وبتطبقون. هنرجع نعيد الطوية، حطيت غطاء أبيض مشان يبين معكم. عين الخالي نعمل هيك، بعدين بقلبه، بجيب هالطرف وهذا هالطرف هيك وببرمه هيك، بعدين بهالشكل. شايف ما اسهله؟ وبطبقهم هيك بعيده. ممكن كمان بهالطريقه نعملها هيك هيك وهيك ونطبقهم فوق بعضهم. برجع بعيد الطريقه الثانيه هيك، بعمل بلف هاي لهون وهي لهون وببرمى وبطالع بهالشكل. هي خصوصا الفقره للطلاب للشباب المثل ابني، وممكن هيك اختاروا المناسب، ممكن هيك ممكن هيك. هيك بيكون بقلبه هي هيك، بعدين بعمله هيك وهي هيك هيك تصير، بعدين ببرم شايفين هذا الجيب بقلبه هيك لكم ياها. بقلبها هيك، بعدين بجيب هاي لهون وهاي لهون، بعدين ببرم ببرم. شوفوا ايش صار عندي هون، بس بقلبها هيك خلصت. الجرابات، الجراب عادة وقت اللي منخلص غسيل رجاء بس اعملوا هالحركة هاي هيك هيك هالحركة هاي ومننشره بهالشكل، لا بده كوي ولا شيء هيك ومننشره. ما هيك؟ طيب هلا بدنا نطوي هالطوية هاي، بتريدوا على القفا بتريدوا على الوش، بجيبها بهالشكل بحط هذا. انتو نحن طويناه بشكل جيد، عفوا نشرناه بشكل جيد، بس بعمله هيك، بعدين بتريدوا على القفا بتريدوا على الوش، بعمل هالحركة هاي. بدي أعطيكم طويتين هيك، وبعدين مدخل إيدي لجوا بعملها بهالشكل. حطيت الجرابات هيك، بيجي بده يلبسه ابني فورا بيطالعوا هيك. تمام. طيب في طريقة تانية كمان حلوة افرجيكم اياها، بتحطيه على القفا هيك، هي للمبتدئات. انا بعرف الكل ما شاء الله عليه بيعرف كل شيء. بحط بعملهم هيك بطني، اول شيء نحط هاي هيك بين عليكم هيك، بس بطني هيك وبعمله هيك. حبيتوا هاي حبيتوا هاي، بعملها بهالشكل مشان ما ياخد مكان عندكم، بعمله هيك بتطبق
وقت اللي بدكم بتاخدوا. جد الترتيب والطويل جميل مريح للنفس. ممكن وقت اللي بتنشروه مثل ما قلنا بس اعملوا هيك بهالشكل وانشروه تمام هيك. طبقة طوية تاني هيك بحط هاد انا طويته عفوا نشرته بهالشكل ما هيك. هلا شوفي شو بعمل هيك خلص بدخل ايدي بهالشكل. شوفوا ما احلى. حبيتوا تعملوه هيك وتحطوه، حبيتوا انا برتبهم فوق بعض بهالشكل، حبيتوا الطريقة الثانية اختاروا وحدة من بيناتهم. خلصنا اليوم فقرة صغيرة. كل مرة بإذن رب العالمين بدي أعطيكم شلون ناخد غسيل أبيض ناصع للطلاب والعروسات. وأهلا وسهلا فيكم متابعين شباب صبايا.